اكثر من مشروع تعليمي مزبوط، يعني ان كان مشاريع تعليميه لها علاقه بآلت العود اللي هي ورشات العمل السنويه اللي انا بقيمها مع اكثر من جهه من مؤسسات المجتمع المدني، مثل صندوق الملك عبد الله، مثل رواق الاردن، مثل كاريتاس، جمعيه كاريتاس، وهلا مع مدرستي. انا بصراحه يعني موضوع التعليم بعيدا عن موضوع العزف، لانه العزف والمسرح في نرجسيه شوي، بيكون الانسان وبيكون اللي قاعد وكل العالم عم تطلع عليه، ولكن هذا الجمهور كيف انت بدك تبنيه اذا انت ما بلشت معه من عمر صغير وبلشت انت تفوت بذوقه الموسيقي بتشكيل قيمه الجماليه. فهذا هو الشيء اللي خلاني اني ابلش في التعليم، وفعليا بلشت اكثر من مشروع. ويمكن كان في عندنا السنه الماضيه كان المشروع اللي اشتغلنا فيه اللي حكينا فيه بحلوه يا دنيا، المشروع اللي كان مع تعليم اللاجئين، وهلا في مشروع كمان اكبر عم بيطلع هلا، في مشروع يعني والفت كمان كتاب، مجموعه من الكتب صحيح للتعليم واللي اللي اللي اصدرته بالمعهد الوطني الشهر الماضي اللي هو دراسات ومؤلفات لآلة العود، ولسه في مشروع كمان كتير مهم هو راح يكون لإرجاع الموسيقى للمدارس الحكومية خلال 10 سنين.